مكارين وبلا بيكم رايلي البلاد لما يمشي رباقي الحال. محسن الويزي رابور مغربي زاد في كازابلانكا وتحي شعبي اكي ديالو الجوكر في الراب المغرب. الجوكر هو اول حاجه كان كيعجبني هو هبيل مسطي، ولكن من بعد مني كبرت عرفت شي حوايج وعرفت وسط الضحكه للقرايه. وثاني حاجه هي اختاريت نكون جوكر في اي حاجه، في اي سير حطيتيني نمثل نصور فهمتيني في اي حاجه. وهادشي اللي كنوصل داكشي اللي كنعيش، داكشي اللي كيعيش ولاد الدرب ديالنا، داكشي اللي كيعيشوا صحابي اللي قراب ليا. بزاف د الحوايج كيضروني، داكشي علاش اختاريت انا من الاول اختاريت الراب، ما اختاريتش شي نغني شي حاجه اخرى، لان الراب كيخليني نخرج داكشي اللي بداخل ديالي دارني كنخرجه. كنحاول كل حاجه نوصل فيها ميساج. دوزنا كلاشات صراحه، دوزنا هادشي من بعد ملي كتفهم الحياه باش مقفله، كاين واحد الناس كيشوفوك دراري صغار كقدوه كتحاول توصل الميساج، لان الراب عباره عن ميساج اول حاجه. ديجا كانت الكلمه بحال لعيب كيسمع راب، كيسحبك الشمكار، كيسحبك شي حاجه، بزاف د الحوايج فهمتيني. ولكن بنادم مع المده راه كيحترمك فهمتيني، حيت شي احسن انتقام ماشي هو المذاك دا اللي قلتي ليا ولا احسن انتقام هو النجاح. شوف كاين اللي كيهز الفكره كيشد لك لا كوبي كولي، وكاين اللي فراك يعيش داك الشيء. انا بالنسبه ليا في شيء كبرت فيه وكنعيشو كل نهار، وباقي كنعيشو كل نهار وعيش. كيقول لي بنادم بدل السين ما كنلقاش راسي، ما كنجي كنكتب كنلقى راسي كنكتب بحال هكا. انت ما جاتش في طانقة اخويا ولا جات في شي حاجه ولا كذا، لا بالعكس الصال. شوف بنادم شنو هو الداخل ديالو وشنو هو كنتي مصالح مع راسك وعارف شنو هذا الستيل فهمتيني. اللبسه كتلبسها بحال لا كتنوض تدخل للعمل كتخدم كتسالي كترجع، هادشي اللي كاين فهمتيني. اما العمل الحلوج ومع من كاين فهمتيني، ولكن انت راك ولد الموسيقى وعارف هادشي. يعني ما من الراب المغربي ماشي هو الاوتوتين، فيه الابداع، فيه خدمه، فيه ناس كيخدموا، كاين تبارك الله الناس كيخدموا راك عارف هادشي. كاين واحد كيتشارب طراك وحلو كي صعيب يكمل فهمتيني، وشوي يكمل معاك الطريق ولا ما يكملش معاك الطريق فهمتيني. بزاف منهم بانوا بطراك بجوج، ولكن من بعد شارش عندك تعمل في الناس اللي قراب ليا. يشوف على الناس كاع اللي خدموا معايا وضربوا معايا التماره بالليل وبالنهار، وشكرا حتى الناس اللي داروا لنا العصا في الرويضه. وهادشي اللي كان، وكنتمنى الخير للجميع اخويا ان شاء الله.